قبل لما نختم مشاهدينا اكيد بدنا نعرفكم مين هن الفايزين بالمسابقه الخاصه بشهر رمضان المبارك خلال لايف. اليوم عرفناكم على عاصمه الجزائر واعطيناكم تفاصيل حول تاريخها وحول وضع اليوم، وسالناكم سؤال حول المعلومات اللي قدمناها باي اسم معروف اليوم الجزائر، وطرحنا عليكم خيارين المحروسه او العروسه. الجواب الصحيح كان اكيد المحروسه، وكثار منكم جاوبوا صح. اخترنا شخصين، بنقول مبروك لدعاء الشكر اللي بتربح دعوه لشخصين على مطعم بلاك روك ستيك هاوس بمارم خايل، وكمان مبروك لمروى ناصر اللي بتربح قسيمه شرائيه من مجوهرات انطوان صليبه قيمتها 100 دولار وبتختار هديه من بين 55 اسم لامع من حول العالم بهالمبلغ. مبروك لكم، وتابعونا بكره مشاهدينا مع سؤال جديد خاص بشهر رمضان المبارك. أما هلا بواتس أون إم تي في مشاهدينا، أنتم على موعد كل ليلة الساعة 10 إلا ربع المساء مع أشهر الإنتاجات لها الشهر الفضيل ألف ليلة وليلة، اللي بنقلنا لعالم الخيال، لعالم القصص الخالدة اللي ما بتنتهي، قصص شهرزاد اللي عم ترويها لشهريار على أمل إنه تأخر أو تأجل موعد موتى إذا بدكم. خلينا نشوف مشهد من حلقة امبارح. والدي مصيبة يا والدي. مصيبة ايه؟ ايه اللي حصل؟ شهريار شكل هيئة شهرزاد الليلة. تعرفت ازاي؟ كلامي معاها هيئ له ان انا اقدر احكي له نفس الروايات اللي بتحكيها له. انا لازم ابعت لشهرزاد واحذرها منه. وطي صوتك، اوعى اوعى تحاول تحذرها باي شكل. ازاي يا والدي؟ شهريار شاكك فينا يا اسف، شاكك ان لينا يد في موضوع شهرزاد. مش بعيد يكون بيلعب بيك وفي نفس الوقت يكون مراقب شهرزاد كويس، وساعتها هتنكشف. ولو كلامك طلع غلط؟ شهرزاد بتبات كل ليله يا اسف وهي بالنسبه لنا في اعداد الاموات. بنصحى الصبح نلاقيها انقذت حياتها. كل اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا ندعي لها بالرحمه وبس. يا زاد، أنا كنت في رحلة صيد ولقيت الزهور دي. كان المعلمين في القصر قالوا لي إنها نادرة جدا، فقلت أجيبها لك كطلب للصلح عن طريق كلامي معاك يا آخر مرة. متشكرة متشكرة يا سمو الأمير، بس أنا مش محتاجة لطلب صلح أو سماح، أنا محتاجة الأخت، محتاجة نعيش بقى تاني في سلام. حياتك في الأول ما كانتش سلام، دي كانت هروب وتنكر في زي رجالة. بس على الأقل أنا وأختي كنا مع بعض. شهرزاد جوه القصر وحياتها بين إيدين الملك، وهي لحد اللحظة دي عاشت أطول من غيرها، ومحدش عارف هي هتعيش قد إيه. بس بتقدر تضمن يا سمو الأمير إنها تعيش عمرها؟ هيدا كان مشهد من حلقة امبارح من ألف ليلة وليلة، اللي كتار منكم عم ينطروه على شاشتنا، بينقلنا لعالم الخيال مثل ما قلت، عالم الفانتازيا والأساطير، قصص خالدة عبرت الأزمنة وكمان عم تنتقل من جيل لآخر، قصص بلسان شهرزاد اللي عم ترويها أكيد لا شهرزاد لا شهريار، اللي حاطت براسه إنه إذا ما عجبته القصة رح ينهي حياتها. خلينا نشوف سوا مشاهدينا مشهد آخر من ألف ليلة وليلة. يلا يا رجالة ارتبوا المراكب واللي هتبدأ غرقوها. لا لا، سيبوا لهم مركب واحدة يتحركوا بيها. يلا في ايه؟ حاجة كده ليه؟ ظهر انه قلبك مش اسود قوي زي ما انت فاكر، او جايز انت شايف كده عشان مخبي عنه حاجات. انا برضه اللي مخبي؟
انت اللي شكلك مخبيه عننا حاجات كتير. انا مش فاكر حاجه من بس. نجمتين عايز يا شواف انت هتاخدني معاك على السفينه؟ ما اسيبك هنا يا شواف. بس انا دليل هنا وسط الجبال، هعمل معاك ايه وسط البحر؟ انت شواف في اي مكان يا شواف، في الجبل، في البحر، في البر. وبعدين انا عارف انت عايز توصل لكنز المختار زي بالظبط، مش كده ولا ايه؟ وهيكون ليا نصيب في الكنز يا راجل يا طماع. وانا مش لسه مرجع لك عليك. لا لا يا حبيبي لا. دي حاجة ودي حاجة. ماشي يا شواف، هيكون لك نصيب في الكنز. 24 نقيرات مشاهدينا مسلسل عم بيتصدر المراتب الأولى بنسبة المشاهدين بلبنان، وكتار منكم عم بيتابعوا هالقصة معنا. تطورات عم بتصير بشكل كتير سريع بين حلقة وأخرى، ومبارح من بعد ما اكتشفنا أنه جابر خيل هيا هو الجغل، اكتشفنا أنه المؤامرات ضد يوسف عم تتدبر من أقرب الناس لإله. أحداث مشوقة جديدة أكيد ناطرينا بحلقة الليلة من 24 إيرات. خلينا نشوف لمحة من حلقة امبارح. اعتذر يا اختي اعتذر. تحت الشرط عملك عجل. خد البصه ده على شو ناوي شغل سكوت. حسن الله خد البصه. بس فهمني شو بدك تعمل. خلاص خد هذا البسه. بس والله ما قتلته شغل، بالعكس انت عملت له من المجرم، من المجرم اللي قتله. صدقني ببوس ايدك ما تقتلني. والله مش انا قتلته لسهرك. أحداث جديدة منتابعها سوا الليلة بحلقة جديدة من 24 إيرات. هيدي كانت حلقتنا لليوم من ألايف. مشاهدينا بتأمل تكونوا تسليتوا برفقتنا وعطيناكم لمحة سريعة عن أهم وأبرز الأحداث اللي عم بتصير بالساحة اللبنانية. لقائنا أكيد بيتجدد بكرة الصبح بنفس الوقت. كونوا على الموعد. باي باي. بكرة بإم تي في ألايف بأب تو ديت أخبار لبنان والعالم. في هورسكوب خصائص برج السرطان والتوقعات اليومية. في واتس كوكينج شوربة لقطين وكفتة وبطاطا بالصينية. في فواياج فواياج رحلة إلى جزيرة كريت باليونان. وبي ريليشن شيبس رح نحكي عن زواج الشريكين اللي كل واحد منهم عايش ببلد.